طيب كابتن فوزي، مركز الراس حرب عندنا وعدم وجود كهربا، وسام ابو علي الاول ماتش بتشوفه يعني هي. لا بص يعني عشان بس نبقى منصفين، وسام ابو علي بتحركاته وبجريه وبطريقه جريه والقوه اللي بيجري بيها والسبرتات اللي بيعملها وتحركاته والضغط بتاعه، ان شاء الله ان شاء الله نامل فيه ان هو في يكون الفتره اللي فيها نامل فيه ان هو يكون المعول اللي الاهلي يعول عليه في وجود بوجود راس حربة قوي بعد 7 سنين من الفراغ او 5 سنين من الفراغ في الحته دي. الكهرباء بيعملها، بس الكهرباء ده مش مكانه، وكلنا عارفين الكهرباء ده اصلا طرف ومش بتاعته خالص انه يلعب سترايكر، ولكن بيقدر يؤديها الى حد ما. انتوني مودست لسه ما قدمش اوراق اعتماده لحد دلوقتي، فاعتقد يا رب امبارح بص يعني الاسيست اللي عمله ده يعني بالنسبه لمودست الناس كلها مبسوطه، يعني قالت لك القماش ابتدى يجي بقى اهو يا عم يا رب. يبقى انا عايز اقول لك حاجه، بس انا بجيب سترايكر بالنادي الاهلي برقم كبير، عايزه يجيب لي جوان، مش عايزه يعمل اسيستات. محمد صلاح مش سترايكر، بس بص بيجيب كميه الاهداف قد ايه. فودن مش سترايكر، بس بيجيب جوان قد ايه. هالاند سترايكر وبيجيب جوان قد ايه. اللي عايز اقوله القصه، انا كلاعب سعري بيزيد وبتحاسب على كسترايكر، بتحاسب في مكاني على مش اني صنعت كام جون، على اني جبت كام جون. وهو اول هدف يصنعه، واعتقد ان لو سترايكر تاني كان اول ما استلم كان لطش برجله الشمال على طول، انما هو عشان فيه سنه يعني خوف شويه او عدم ثقه راح مكسر لتحته وعملها لحسين الشحات. انما لو ده انا جون اهو، لو استلمت الكره زي دي في الحته زي دي وسيرد باك ضاغط عليا هحضن كده واشوف بشمال. طب هو كويس انه بس هو عمل كده فوز ماشي. انا كويس يعني ضمننا جول ماشي. انا فاهم وجهه نظرك، بس انا بقول لك ايه، الطبيعي ان انا كسترايكر قاطع في الحته دي والسلايه عملها لي في الحته دي، هستلم وطش صح يا كابتن. ده لو ما خدتهاش ببطن رجلي على طول في البعيده، انما هو عمل كده عشان نقص الثقه وراح مرجعها لحسين. لا بس انت كمان معلش يا عم، هو في 2 ضاغطين عليه لا قبل يعني لا قبل اول ما وصلت الكوره. لا يا كابتن هو جايب الصوره دي، لا لو هو يعرف يجيب لي صوره لاول ما السوليه عملها له وهو بيستلمها وهو بيستلم. لا مش دي خالص، في واحده من بدري بدري كمان ارجع، مش موجوده معاك. بص السوليه لما عمل له الكروسه يا كابتن هو استلم، كان ممكن يشوط بشماله، بس هو عمل ايه بعد ما استلم راح راجع لتحت وراح حاططها للشحات عشان الشحات يجيب. التصرف الثاني صح، انما الاولاني لو هو عنده ثقه في نفسه انه يقدر يجيب هدف، لو ما كانش حد مكمل كان هيواجه صعوبه بالظبط. يعني بس هو اختار الاختيار الصح ان هو يستلم، هو الاختيار الوحيد يا كابتن دلوقتي يعني بعد ما لما كده ده الاختيار الصح هو الوحيد. إنما يعني انما اول واحده خالص يا كابتن الاختيار الصح. عايز اقول لك على حاجه، هو لو حطها بشماله كان ضاعت. ماشي ده بس ستر ربنا، هو ستر ربنا هو اختار الصح ان هو ماشي عموما يعني. بس هو يعني نتمنى له ان هو يعني برضه خلي بالك طيب. من الناس اللي كل ما تلعب هتفوق غصب عنك، لانه هيجي له فرص كتير. انت بتلعب مع النادي الاهلي صح، فهيجي لك كل ماتش في 3 4 فرص يعني تحطهم. بعد الفرص اللي خدها دي يلعب؟ لا ان شاء الله. وسامي انت في ماتشات كتير بتحس ان الاهلي ناقص واحد طيب. صراحه امام عاشور امبارح كان هايل يعني مجهود رائع.